بسبب الأزمة الحالية اللي بتمر بها العالم، أزمة كورونا، ما حكم اللي يموت بسبب وباء كورونا، وهل هو شهيد ولا لا؟ هو سؤال في منتهى الجمال، أحسنتي. يخليك. كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فسألهم سؤال، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا شهداء أمتي قليل. لأن الشهيد في تعريف الإسلام من قتل في سبيل الله في أرض المعركة بأيدي الكفار، ده تعريف العلماء للشهيد. النبي عليه الصلاة والسلام حب يوسع القاعدة بتاعت الشهداء، فسأل السؤال ده للصحابة فقالوا له: هو اللي مات في سبيل الله؟ فقال: إذا شهداء أمتي قليل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. لأن في فرق بين القتل والموت، ومن قتل مبطونا، من مات مبطونا فهو شهيد، والغريق شهيد، والحريق شهيد، والمرأة تموت بالحمل شهيد، وهكذا. دن النبي يعدد لدرجة أن في حديث منفصل: من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون نفسه فهو شهيد، ومن مات دون أهله فهو شهيد. إذن أي إنسان هيموت بسبب مرض من الأمراض فهو شهيد. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات في الطاعون فهو شهيد. وده يعتبر نوع من أنواع البلاء الذي ابتلى الله تعالى به الناس. فإذا ابتلي به المؤمن وصبر ومات بسبب هذا البلاء أعد من الشهداء، ولكنها درجة من الشهادة، لا يكون كالشهيد الذي مات في سبيل الله، اللي هم بقى رب العالمين قال إيه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. لا، مش ده، ده بقى نوع من أنواع الشهادة، عادي بيغسل عادي ويكفن عادي ويدفن في في مقابر المسلمين عادي ويصلي عليه. لكن الشهيد الثاني بقى ليه أحكام أخرى، لا يغسل وبيدفن في ثوبه، لا يكفن بكفن آخر، فليه أحكام غير أحكام الشهادة. لكن هو بياخد درجة من درجة الشهادة، اللي هي درجة الأجر العظيم عند الله تعالى، لأنه ابتلي وصبر على بلاء الله تعالى.